لازلنا موجودين في معرض دبي للسيارات. حاليا احنا في قسم جي ام سي، عندهم سيارة الأكاديا اصدار خاص اللي هو اي تي 4. الاصدار هذا مخصص اساسا للطرق الوعرة. التصميم بالتأكيد حق الأكاديا 2020 حصل فيه تغييرات بارزة جدا، مثل الشمعات الأمامية اصبحت شكلها اضاءة ال اي دي مربعة بتصميم جدا انيق. كان سابقا نظام الدمعة، شبك جايب تصميم مختلف عن تصميم معتاد الاصدار هذا. صدام بالتأكيد بلون السيارة نفسها وعليه مشكلة الهواء السفلي. الواجهة من الأسفل مرتفعة شوية علشان تكون زاوية الدخول أفضل للاستخدام في الطرق الوعرة. الواجهة الأمامية بشكل عام تصميمها جدا أنيق وعصري مقارنة بالتصميم السابق. تسمم الخطوط التصميمية حتى في جانب السيارة، بالتأكيد أكاديا سيارة مميزة من شركة جي ام سي بتصميمها. خطوط جانبية بشكل رياضي بارز جدا عندنا في الجنب السيارة. كذلك عجبني اللون الخاص فيها السيارة مصبوغة فيه، معطي لمعة جدا جميلة. AT4 الخاص بهذا الإصدار موجود عندنا هنا، بالتأكيد الأزياج الخاصة في جوانب السيارة جاي بنفس لون السيارة اللي أعطى منظر مزيد من إيش الخشونة في التصميم. السيارة تأتي بجنوط مقاس 19 لهذه الفئة، جنوط ألمنيوم، تصميم جدا عصري. بالتأكيد التصميم أعطى لمسة مختلفة نوعا ما عن التصميم السابق. تستمر الخطوط التصميمية حتى في الواجهة الخلفية الخاصة بالسيارة، نظام حرف سي اللي شفناه بسيارات جي ام سي في السنوات الأخيرة، زي ما شايفين عندنا هنا في الاسطب المضاءة ال اي دي. بالتأكيد تصميم زيج من الكروم على شركة العلامة حقت جي ام سي بشكل واضح جدا، شفت هواء علوي عندنا هنا، بالتأكيد اسم أكاديا بشكل واضح جدا، الإصدار الخاص اللي هو اي تي 4 المخصص للأداء في الطرق الوعرة. بالتأكيد صدام جايب لون السيارة نفسه وعليه الحساسات الخاصة بنظام التوقف، كاميرا خلفية موجودة عندنا هنا، فتحتين من العادم من الكروم. تصميم السيارة بشكل عام تحسن عنه في الجيل السابق بشكل واضح جدا. الوصول إلى أكاديا جدا سهل، الركوب بكل سهولة بفضل نزول الركوب حقها. السيارة توفر بخامات جدا جيدة، عندنا اللون اللي هو الجملي هذا ممتاز جدا ومعطي منظر جميل جدا على السيارة. المساحة الخاصة للركاب تعتبر جيدة اللي في نفس الفئة هذه، وعندنا صف ثالث المقاعد في الخلف. بالتأكيد عندنا تكاية موجودة هنا، فتحة تكييف خاصة بالركاب هنا، وعندنا أيضا في الخلف نفس الشيء. التحكم بنظام التكييف بكل سهولة موجود عندنا في الأمام هنا، عندنا فتحتين خاصة، واحدة لليو اس بي وواحدة يو اس بي تايب سي، وبالتأكيد عندنا حق الكهرباء 220 لتشبك فيها لابتوب وغيره. السيارة من الداخل تصميمها جدا جميل، الخامات تعتبر جيدة نفس السيارة الفئة هذه، وبالتأكيد الراحة حقت الركاب موجودة. أكاديا 2020 لازالت تتوفر بمحرك واحد اللي هو محرك 3.6 لتر، المحرك الاعتمادي المعروف من شركة جي ام سي اللي استخدمته في أكثر من طرازاتها لاعتماديته وقوته. المحرك اللي تغير فيه أنه تم إيصاله بمدة سرعات من 9 نسبة أمامية، وذلك لتوفير أكثر في اقتصاد الوقود وأيضا أداء أفضل أثناء تسارع السيارة. السيارة توفر قوة 310 حصان وعزم تدوير 267 نيوتن متر. أداء السيارة أنا جربت الجيل السابق كان أداءها جدا جيد، استجابة المحرك جدا جيدة. اعتقد مع التسع نمر راح يكون ادائها افضل من ناحيه استهلاك الوقود وايضا نعومه في التبديلات.